خلاص الله يبارك له. محمد ايه جدايه كلهم جدايه كلهم جدايه سويسريه. هذا الموجود بس انا ب 3000 3000 ما اندفع حق. اي والله والله طيب طيب ما شاء الله خشانه وارتفاع ان شاء الله من حظ. ولدت امبارح المغرب الساعه 7 هاي عند الدادات يا شباب اللهم صل على. حيا الله الشباب حياكم الله. وصلنا بفضل الله 30000 مشترك وان شاء الله يومين او ثلاثة ايام يعني على 25 الشهر ان شاء الله تصير قناتنا عمرها سنه. السلام عليكم يا شباب الله يعطيكم العافيه ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناه سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب اينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم الثلاثاء يا شباب 21/3/2022 نحن الان بسوق الحلال في مدينه معره مصر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا تنسوا الاشتراك بالقناه يا شباب وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. هذا الكبش اليوم انباع عند اخونا سامر اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صار ب 3600 ليره تركي وزن 95 كيلو. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 38 صار الكيلو. 38 كيلو كبش معبر باع عند اخونا الدلال سامر الكشيمه. وهاي فطيمه لحم يا شباب عند اخونا ابو احمد تقريبا وزنها طلع وزنها طلعت 48 كيلو. اي نعم. ايش قد قام تسوم ابو احمد هاي؟ 1600 اندفع لك بها شيء هسه؟ اندفع بها 1300. ايه يعني ما تعدل 1400 ابو قيس؟ لازم نجيب 1500. اي نعم اللهم صل على محمد. هذن فطايم ورديات الشباب عند اخونا سامر اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ايش قد السوم ابو محمد؟ والله كان سوم 500 يا ابو حمزه. 500 يعطينا ابو رعد بهن 300 ورقه وصلناهن ب 400. ابو رعد لا تبيعه. ابو رعد يشتري نقدي بس ما يدفع 15 يوم. ايوه سامر هو ما يدفع يعني شيوه ما يدفع 15 يوم ابراد نقديه بعد 15 يوم. ايه بعد 15 يوم عاد تعال معه. هذا يعتبر نقدي عند ابراد مثل هذن الشباب 400 500 ليره سوقنا اليوم عندنا بسوق معرض مصري. هذا يا خالد 16 قصه قصه واحده قصه واحده. هاي ثاني مره يصير عليها بازار يا شباب عند اخونا سامر يندفع بها 1300 اثنين ندفعوا بها 1300. فطيمة لحم ما شاء الله شبعان لحم ما شاء الله مدكوكة دك. وهذن الفطايم الصغيرونات اللي تو صورت لكم يعني شباب قام يندفع بين 400 يعني ما ندفع بين 400 عفوا 400 ينباع. الشباب اللي يقولون صوروا البضاعة الوسطية هاي البضاعة الوسطية حبة ناعمة صغيرونات عمرن شهرين شهرين ونص مفطومات. طبعا هذا بدنا يعيلن يا شباب طالما انفطمن قبل اوانهن لازم الفطيمه يعني او الخروف او الطلي ما ينفصل من ورا امه ثلاث شهور ثلاث شهور من ثلاث شهور وبعد هو الحال ويترك امه بس قام يرعى يبلش شوي شوي ينسمه فعادي بعدها يصير ينترك ما في مشكله. 9.5 هاي الفطيمه يا شباب قام يندفع بها 5.5 سامر قام يقول له 9.5 جنب 7.5 غيره وقام يفصل 7 بينه وبين الشاري. الله يرزقك الله يعطيك الله يعطيك شيل 7 تسعى للحم يرحم جدك. فطيمة لحم صغيرون شباب عمرها 3 شهور ما شاء الله سمك. ايه والله هاي لحمها طيبة سمك هاي. لا والله 55 555 555 600 600 اخونا الشراي والدلال قال له ما تنباع ب 600. وهذا ثالث بازار عليها يا شباب هذا ثالث بازار عليها اخونا ابو احمد سبحان الله قرفته زين اخونا ابو احمد سبحان الله السماحه زينه. الله يسعدك يا اخوي ابراهيم. خلاص الله يبارك له. اخي 44 البازار على البضاعه هاي ابو بازار البضاعه هاي لها ب 44 الله يبارك له. الله يبارك له. ما ايش قد السوق عندك اليوم؟ شو الاسعار عندك؟ انباع ب 49 عندك؟ ما شاء الله تبارك الله. الكبش ايش قد انباع عندك اليوم؟ والله 40 يعني. ب 40 اللهم صل على محمد. اليوم بضاعة السوق اقل شوي ها؟ هو السوق هذا استثنائي. ايه ما يعني سوق بكره يبين معنا السوق احسن ان شاء الله. اي نعم. هاي ايش قد اوزان ابو ابراهيم؟ تقديرا يعني.
كل شيء كل واحد وزنه شكل ها. اللهم صل على محمد. يعني 44 اي نعم. ايش قد صار ندفع به؟ بعناها ب 44 ما اتفقوا انباع يعني انباع تقريبا هذا بس اتفقوا على هو فصل ثلاثه مريتين غير اثنين ما عمين فيه اي نعم. اللهم صل على محمد. الله يجزيك الخير ابراهيم. الله يسعدك على راس الموالي كلهم والله. هاي كاسة الشاي شباب عند اخونا سامر ابو محمد. طبعا ما عنده اليوم غير اربع كاسات بس خيوه ما انه بي شاي معناته ما بيسوق. فيهن 10 مناخ و8 والله بس تحت الوسط يا غياث. 500 كل الماتشات اخي اذن بس على وين قاعد جك مشغول صرنا نشتري ابو 400 على المظبوط قال له حسبتنا انه طالع لي انا صغار هذول جايبين له 400 طالع هذول صغار ابو جعفر انا صغار ايوه اشتغل على المظبوط الصبح يلا يا بس يا ابو غياث يا غياث له 500 مشان يعرفون انه ابو الفوز اذا انتبه واذا ما انتبه صادق يا رجال. الله الله يحفظك يا غياس يا غياس منو 500 خيار؟ ب 4 اشترينا اشترينا 4 قام يندفع بين 425 والله فين 8 ما قال ينباع عندي شباب خرفان ورديات عمارهم 3 شهور عند اخونا الدلال برهان ابو الفوز يا قلنا نص خيار يا اخي قلنا نص خيار ب 4 يا ابو الفوز الا 4 ونص يا غياس شو اسمك؟ خيار قلنا نص محمد عليك الامان يا جعفر اشتري يا جعفر. شوف الدلال ايش قام يطلب والشال ايش قام يدفع بس مشان المبتدئين يتعلمون. احنا قام نصور البازارات مشان المبتدئ يتعلم عشان ما ينغش. هذا سوم والسوم حلال ما في شيء كل انسان حقه يطلب ببضاعته السعر اللي بده اياه. يا حاج احمد نص خيار نص خيار نص نص امرك. شوف الشاري مغبي بقلبه مغبي بقلبه السعر اللي يدفع ويدفع اول شيء يدفع شوي 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 لحتى يصل للسعر المطلوب بعده يوقف. والله حاط بباله حاط بباله وصل 500 ابو مريم بس مشان المبتدئين يتعلمون المبازر والمساوم. هذا السوم حلال والمساوم حلال المفاوضة حلال ما فيها شيء. الكويسات فيهم سوق يعني رجال يجوز حاط بباله يشترين ب 500 قام يقول 400 425 450 وشوي شوي يغبى السعر بقلبه لحتى ياخذ اللي يريده. والبايع كذلك نفس الشيء. هذه المعلومات للمبتدئين. البايع كذلك يعني حاط بباله السعر يسوم فوقه وينزل شوي شوي لحتى ينزل يتلاقون. يعني كل انسان حر يطلب ببضاعته اللي بده اياها وطالما عارضه للبيع ما يزعل يندفع بها ان شاء الله مدفوع بها ليره واحده. فضي حالك على خير والله عادل ناس منتظرة هذا البازار يا شباب. البازار غير المزاد. البازار ينتظر حتى ينتهي الأول من المبازر يطلع يدخل واحد ثاني يبازر عليه عم يدفع 500 أخونا أبو علي. عندنا بالدير بالاسواق الشرقيه الدير الرقه حمص مزاد ما في بازار مزاد اللي يدفع اكثر يشيل مزاود الناس يزاود على الناس وما في شيء. 650 والله يا غير 650 احنا قام نطول البازار شوي يا شباب عشان انتم تشوفوا ايش قام يصير بالسوق وشلون الطريقه. 650 هنا 650 بدا قوة قلب وجرأة وصبر وطولة بال. هي الحياة هيك مكاسر الحياة مكاسر. انت ابو طربوش اخضر شو اسمك محمد؟ يا عمود والله ما يزبط.
هذين الخرفان لكم؟ لا ايوه ادفع لكم. ابو ليش؟ انت ابن ابو علي؟ عليك الامان والله 550 ابو عقيل. حي الله حي الله اخوي، هلا بك، الله يحفظك، الله يسعدك، الله يسعدك، والله تشرف بيك اخوي، الله يبارك بعمرك، الله يسعدك، الله يبارك بعمرك، الله يسعدك، والله تشرف بيك، والله لاني اصور يعني لو مثلا حدا يصورني اطلع ما في اي مشكله هنا، الله يسعدك. ان شاء الله بكره بتصير معنا كاميرا، نكرت الكاميرا ونطلع قدامك، حسب بده واحد يمسك الهاتف ويتكلم يعني. الله يسعدك ويبارك فيك. طول لكم البازار شوية شباب، قصدا يعني قصدا قام نطول البازار مشان ما الشباب بالتعليقات يزعلوا منا يقول لك يا أخي قام نطول بالبازار، نطول البازار عشان الشباب المبتدئين يتعلموا بس. الله يسعدك الله يسعدك أخوي أبو الفوز، أنا قصدا صورتك بدون ما تدري عشان دائما مع زبونك. اي نعم، احنا عشان المتابعين يعرفون انه يعني سواء امام الكواليس او خلف الكواليس المعامله واحده يعني. الله يحفظك، الله يسعدك، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. هاي نعجه خشنه يا شباب، رباعيه ما شاء الله، والده ثاني بطن، اول بطن والده. اي نعم، اللهم صل على محمد. فتيه وخشانه وارتفاع وعلاء ودباس ما شاء الله. اي والله، اللهم صل على محمد. ايش قد تسوم انت هاي يا اخوي ابو الفوز؟ والله صعب، هو عم تسوم 600 وانا بلا 100 دولار 500 دولار. عم تسومها 500 دولار؟ 500 دولار وبزار. اللهم صل على محمد. 500 دولار وبزار. ما شاء الله تبارك الله، شوفكم خشانته يا شباب. شوف ارتفاع مهاجيره كل حمر، خروفه عالي، ما شاء الله تبارك الله. اي نعم. ما شاء الله تبارك الله. ما اندفع بها شيء لحد الان اخوي ابو الفوز. والله نعجز زينه ما شاء الله، بس لو راسها بكبر شوي، راسها زين يعني ولكن يحتاج كبر اكثر، ولكن ميزات ما شاء الله، عظم خشن، ارتفاع، فتة. اي ما هاي ما تاثر، هاي الناس عاد بها اذواق يعني. ولكن العجه كويسه ما شاء الله. اي العجه كويسه، اللهم صل على محمد، عاليه رجليها طوال ما شاء الله، يعني القاع مشهوله ما شاء الله. عند اخونا الاخونا ابو راكان، عند اخونا ابو الفوز، اللي له بها مصلحه يتواصل معنا نوصل مع ابو الفوز. اي نعم، جدي وهذا كذلك جدايه مو؟ ايه ايه جدايه، كل جدايه، كل جدايه سويسريه. اي نعم اي نعم، اللهم صل على محمد. ايش قد طالبين بينا ابو الفوز؟ هذول ثلاثه. اي نعم، شدم عليهم. ايوه هذا التيس منه 3000. اي نعم، هذوك اصفال الجدايه 2000 ليره، 2000. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لازم يكون وين هذنا منين جن؟ لازم معها انثى هذنا. ما عندك الا الام؟ عندي الامين بالدار ما فيها. صخلات ما عندك؟ لازم تبيع صخله، ما يصير بس جدايه. طيب شو نسوي بالجدايه؟ صخله اي نعم، شو نسوي بالجدايه؟ بده ما يكون معانا. لو في صخله اخذناها. بده يكون في جايب صخله معانا يعني. ما في ولا صخله للبيع يعني؟ ما يصير. بدنا جدي وصخله يعني. الله يسعدك. موجودات الله يسعدك. موجودات كلها. اللهم صل وسلم على النبي. في هذيك صخله. اي نعم، شوي شباب. هاي كمان معانا. هاي الصخله يعني اما والله شطور، هاي رخيصه، مين بياخذ يوم ولا راعي فيها؟ هاي اما. هاي اما. هاي اما، هاي بس جي يعني مبندقه. اي نعم، كانه هاي ابوها سويسري وامها بلديه. امها بلديه. اي نعم، امها الشطور. ما شطور. هاي بعد ياخذ شيء مأصل، التهجين مو زين. هاي بنت الحواء. اي نعم، ما شاء الله. حسين. ما شاء الله تبارك الله، هاي ظلت. والله زينها. اي نعم، اللهم صل على محمد. الحواء جدي كمان. ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد. وراها جدي، هذا جدي ها؟ ما بعرف شو جدي. ايش مهجن؟ كله مهجن على سويسري، شو عامل في خاربين الدنيا الشباب؟ اي والله. سنها عنز. اي نعم. هاي بلديه ابنها جدي سويسري، هذيك بلديه بنتها صخله سويسريه. اي نعم. الله يجزيك الخير ابو الفوز. الله يسعدك. ما شاء الله تبارك الله، ايش وراها؟ وراها جدي وصخله. أيهن؟ حليب امبارح الصبح عدان البركه. ما شاء الله تبارك الله. تمشي بالمغرب بحليب. اي نعم، ايش قد حليباتها؟ والله هي هذا بالذات. اللهم صل على محمد، هذا جدايها مو؟ هذا جدايها، طلع هاي. هاي ذرة، اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد. وثلاث بطون عمره. ثلاث بطون؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله. تعال. خشان انت وسط يا شباب، لونها زين، شكلها زين. اي 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 ذرتها طيبه ما شاء الله. وراها جدي وصخله مو؟ وراها جدي وصخله. ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد. موجود عند اخونا فايز. ايش قد مصريات ابو فايز؟ مصرياته فصل 5.5. 500 5500. انا مخصومه 6000. اي نعم. ندفع لك بها شيء اليوم؟ والله اليوم ما حد دفع لنا. قبل؟
قبل صار في البيت يعني اسعار. ايوه يلا خير ان شاء الله. على التواصل اخوي ابو فايز. الله يسلمك ابو حمزه. الله يبارك. والله كويس يا شباب. في عندنا معزه غيره. يعني كويس ما شاء الله تبارك الله. وراها جدي وسخله مثل ثوبها يعني. وضرتها زينه وسنها فتيه. هاي عنز من البيت من عندنا. اي نعم. يعني الى عندنا 15 يوم تاكل عندنا. ما شاء الله ما شاء الله. ايش علفها اخوي ابو فايز؟ علفها فول صب. فول. فول. نعم هذا اللي يدر الحليب. ابدا. اي نعم. لا ما فول صب يا اخي. هسه في ناس اخوي ابو فايز يعني انا اتوافق معك بالراي، في ناس يقول لك يا اخي هاي طعموها مشان الدر، طبعا بدت الطعمه يعني، في ناس يقول لك لا انا عندي المعزه ما طعمين ويدرن حليب. طيب طعمين كويس. ايوه طعمين فول بتحلى بالمكيون. ايه طبعا. صح بالمكيون. ايه طبعا لا شك يعني في ناس تقول لك يا اخي اللي طعمه كويس عم يغشوا. ايش عم يغشوا؟ عم يطعموا عم يدللوها. هذول ما بيغشوا الاولاد مصلحه، يطعموا بيعرفوا ايش قيمه الطعمه. ايه صحيح صحيح. بدك تطعم المعز لحتى يدل. ايه نعم صحيح. الله يعني البرد هذا لسه عاد فينا لسه ما فينا. هلا حي الله واحد ما يتعشى مزبوط بيطلع معه شغل ما بيطلع معه شغل. الله يجزيكم خير. ياكل نص كيلو كبابي ويتفرج الشغل. يخرب الدنيا. إذن خرفان عندك أخوي أبو أحمد؟ إيه نعم. إيش قد صارن؟ 8.5 وأجارهن. 8.5 وأجارهن. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. إذن عند أخونا أبو أحمد البشتمي شباب انباع اليوم أكثر البضاعة الموجودة بالسوق هاي. شو بدك تقول؟ يعني مو ذمة واحدة، كل شيء كل شيء انباع لحاله. والثلاث الأوليات هذن ب 1500 وأجارهن. اثنين 8.5. 8.5. أيوه هذن ب 8.5 خالصات. إيه نعم. 6. أيوه. والأخير؟ والأخيرات هذاك ب 9. يعني متوسط ثمانية. يعني ثمانية. الخرفان الورديات يا شباب عند أخونا أبو أحمد البشتمي. أعمار ثلاث شهور يعني مفطومات طبعا. مفطومات. أمور زينة. هاي أكثر البضاعة الموجودة اليوم بالسوق يا شباب البضاعة الوردية. هاي سوق صار عليها بيع يعني. إيه نعم. إيه انباعا ب 800. واحد ب 800. إيه نعم. وهي البضاعة هاي؟ هاي بضعناها ب 1200. 1200 هذا نخشن 1200 عشرة هذا طبعا. هذا موسمنا الورديات اخوي. هذا موسم. هاي الدغالي بعناها على ب 16 من عدا هذاك. هذا الاثنين. اي نعم بالضبط. الله يجزيك الخير اخوي ابو الخير. الله يسعدك. الله يبارك فيك. ايش قد قامت السوم عمي ابو محمد؟ هذا كله 40 لقيت منها. اي والله. اي نعم. ايش قد يوزن تقريبا هالكبش؟ 95. دغري لساته مو؟ ايه فيني. هذا كبش معناته. وزيف ايش قد عمي محمد زيف؟ زيف والله ما بيع زيف طيب وزن حصرا. لانه هذا وزن. اي نعم. عمته طيبه. اي نعم. الله يعطيك. لك ان تطيع عمك والحقني. الحقني. 40 والله. حر. دلال شلونك؟ هلا بالحبيب. هلا سليمان. على كيفك يعني؟ يا فهد تعال ابو تعال هنا يا زلمه. صلى الله على محمد. شلون ابو النور؟ هنا ابو حمزه. اللهم صل على محمد. هذا نحطه بالنور وراه مشان تبين خشانته. بين البضاعه الذهب يا ابو حمزه. الله يستر فيك. البضاعه الذهب اخذناها. يلا الله يهنيك. اللهم صل على محمد. اخوي ابو شنو سنه هذا؟ خاروف مو؟ خاروف اللفافي. اي نعم. ما شاء الله تبارك الله. ايش قد سومته؟ والله تعال نسوم 7000. ايش قد اندفع لكم اليوم؟ ما اندفع لنا. لسه ما اندفعش. اي نعم. اللهم صل على محمد. خشن والله خروف لسه تو مبدل مو لسه مو مبدل لسه حلا. إيه نعم. ما شاء الله تبارك الله. اي تو مبدل تو صاير اثنين بلش صار. اي نعم مكفول. ها مكفول من كل شيء. اي نعم. اللهم صل على محمد. اندفع لكم بها شيء اليوم ابو وين؟ والله لسه ما اندفعش. صور الزين صور الزين. حي الله عمي ابو خضر. شلونك؟ اشياء ما منه نتيجه يا عمي ابو خضر. هذا موجود بس هذا. نعم صحيح. قرب ابو حمزه. ها هذا خوات الخروف هذا. ايه الله يدبسه ما شاء الله. اي نعم. 1502. ايش قد؟ عندك 1502. بين اثنين 2005. شنو وضعهن؟ شنو وضعهن؟ شنو وضعهن؟ شنو وضعهن؟ وضعهن طلع بس طلع. لساتن قرقورات مو؟ ايه اي نعم. لا تو مبلشة تو مبلشة. هذا اشترينا بلشة. هذا جملاني على ابو من غلط صالح الدرزي. قاعد على الدرزي.
كويس يا شباب كويس كويس لف الجيرني زينه وخشانته زينه والله كويس. ابو عبد الله خشانه وخاروف تو مفجم يا ابو حمزه تو مبدليه تو مبدل ها اي نعم ما شاء الله. خلي بين عليكم جلاسة الجرن بس ما شاء الله ما شاء الله طالبين به 7000 شفت ما شاء الله ما ندفع به شيء اليوم؟ قاعد يدفعونه ب 3000 3000 ما ندفع حقه 3500 هذا ابو قيس يدفع 3500 به اي نعم زياده 500 ابو قيس 3500 هلا وسهلا يا فرحان تعال عندي لهين ليش تاخذه خلص الكلمه اصوليه هذا يا فرحان شنو هاي هذا بزته طيبه تاخذ هذا عارف شنو انا اخذ 3500 اشكالك قلت له يا فيصل مزاد مزاد يعني هذا من صالح الدرزي لا يعلى عليه انا افهم شنو غالب صالح الحس قلت له لا لا ب 6500 الاولى ليش 200 دولار يا ابوي هذا عيب والله ب 5 فاضي دفع 200 دولار تحج على الحراق وعلى الزين زين افتح مزاد ابو وائل افتح مزاد اللي يزيد شيء اللي بده يزيد يزيد ما في حدا يشتري لا نفتح مزاد هذا ابو قيس زاد قال لك 3500 زاد هذا توكل على الله قلت له ابو قيس 3500 حدا عنده زود مشان تحرج ناخذ ياخذ ابو قيس خالص يلا على المزاد فتحنا مزاد وخلص فتحنا مزاد فتحنا مزاد 3500 حدا يزيد 3500 من يزيد من يزيد خلص تقول له ما كل ما تبيع ابو لا بالله هذا ابو قيس دفع به 3500 3500 ليرة هذا والله زين والله زين عنده العشره يلعب قلت له والله هذا 6000 فتح مزاده لو انفتح مزاده ما صاحبه ما رضى بالمزادين ايوه ما شاء الله هذا صار رباع لسه قدامه الله يسلمك ايش قد فاصل واخر شيء يعني اصله عنده الزر عنده عندي والله جا فاصل ب 6000 لا كثير تو بعت خوي ب 5000 هذاك ثاني اميز مني لا هذا هذا دغري هذا خير منه وين صار؟ ما جا تقول 3.5 مين؟ مزاد 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 3500 3500 مزاد و600 روح مو 600 غير 600 ما نجاوب 600 عليك ولا علي علي راي 700 روح انا استجر زينه لا يا ابو غير الحكي انت من المعلمية 3600 ابو قيس 700 زاد 700 ابو قيس جاد يزود على حاله 3700 يزود على حاله ابو قيس والله لا 600 هو قال 700 زين اي انت قلت 600 اي انا قلت 600 نعم بذر يا شباب بذر وطيب الحوار ما شاء الله ودحج على راسه على يا فرحان ايه حرك حرك ايه ما انتهى ما انتهى لسه بعيد الحكي والله بعيد ما انتهى ما انتهى الحكي لا لسه 3800 زاد اخونا يزود باقي الملعون 3800 3000 منو قال ب 4000 منو قال ب 4000 ابغى ايش وين فرحان 4000 هذا سوينا لك عليه مزاد و 4000 ترى صار سير تحريج ها ما ظل مزاد 4000 صار 4000 بدي زود ايوه 4000 خصم هنا خصم ايوه حرك حالك بالنور ابو النور لا تخاف طيب ابو النور 41 سهل طيب ابو النور ضحك ما شاء الله خلاص ابو النور اي والله مرابيع شباب مرابيع وبين الفحل كبيره ابو فواز عارف شلون يطالع بدك تاخذه على ابو عيد السراوي تايبين الخروف صغير ابو عيد طويل حيل ب 4000 عمي الله يرب الله يعطيهم اي ترى قيمه كويسه اي الله يربحه الله يعطيه 4000 الله يرب الله يعطيه منو قال لي ب 4500 علي 4000 خلاص لا عاد 4500 اربعه توكلوا على الله ابو مريم ب 4000 الله يعطيك والله الله يربحه الله يربحه وله يا رب والله يقوى قلوب هالواقفين كلهم روح الله يربحه الله يبارك الله يربحه يا عمو 4.5 ابو مريم
ابو قيس عفوا ابو قيس حاجته 4 والله قال له 4500 حاجته لا لا حاجته حاجته والله اسمع حاجته هذا شو اسمه هذا شو اسمه حاجته لا يبيع اكثر منها لما شيف لك شيف السلام خالص يعرف كلك 4000 اخونا ابو قيس يعني اثمن ولا ما اثمن لا اثمن خالص اثمن وخالص زلمه ما بيعش حدا كل عيب مكشوف الناس بعثت لك 3000 الله يبارك الله يسلمك ايوه الله يبارك شباب طاوع الناس ابو والله طاوع الناس ابو قيس يستاهل هو يستاهل بس عاد وزلمه بياع شره 100 ليره العزاني ياكل يبيعه بعد ما يشتري ابو قيس بشعته خاروف ومقدور والله شايفه خاروف والله السهر والله سهر خلص تعرف انا من طيب هو طيب طيب انباع انباع الخروف الشباب انباع الله يربحه صدق اخونا ابو قيس لا ابلعك ولا شيء خيو اللي يشتري هاي شجعت ينشروا على اي خلوا مشان الناس ما يعرفون يعرفون الله يا ابو بعد ما شاء الله عليك اي والله والله طيب طيب ما شاء الله خشانه وارتفاع ان شاء الله من حظه والله يرحم عليه امين اللهم امين شوفوا سد نعجه يا شباب قد نعجه مرتين لسه تو مبكر اي والله لساته خاروف يعتبر الحزب بلش بالثني اللي بده يحسد بده يطيل شيء يعني يغلب له غنمه بزرته طيب بس اريد يصد ليه جاي ما قام يصد هنا ابو غيث اتوقع يعني مربح زايد 200 300 ليره بيعه ما يقول شيء سموح سموح ايه سموح بالبيع والمشترى الحميد من الوجه مو زين بس عاد يلا نعدي له اياها ابو غيث والله نرضى باي شيء يعني لو من هناك في سبيل العالم يعني تحوي هيك بضاعه ايوه والله هذا اذا واحد عنده نعجات بذره طيبه وياخذ لنا هذه يعني يصير عنده بذره اي والله اي اي اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم زحام بسيط ما هو صفار ايه زحام يبي زحام عيونه وحوالي عيونه سواج موش على اللهم صل على محمد اهلين اخوي فواز حياك الله ايش قد سنه هاي ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الله ايمت ولدت ولدت امبارح المغرب الساعه هاي عند الدادات يا شباب اللهم صل على حي الله الشباب حياكم الله 20000 ليره تركي تنباع شباب حجمها وسطي نعجت حليب ما شاء الله تبارك الله فصلها 2000 ليره تركي شباب مجنويه شغل بيت هاي هاي شغل بيت ايه اللهم صل على محمد وراها فطيمه ولا خروف فطيمه البارح بالليل ولدت اي نعم اللهم صل على محمد ما شاء الله هاي عند عمامنا الدادات يا شباب والله يا جماعه قرفتهم زينه وسمحين يعني ف اي والله والله بضاعه كويسه نظيفه بضاعه بلديه تعرف فواز ما يشتغل شيء بهالشيء اه والله شيء زين احنا ما يهمنا المسميات يا شباب حركي جملاني هاي كلها مسميات ما لها قيمه يهمك النتيجه في حليب في ولادة كويسة في حجم في كذا يعني اليوم هاي مثلا حجمها عادي ما يل اي نعم مبين اي نعم يعني هاي حجمها وسط عادي لكن ضرتها طيبة فتستفيد اي تستفيد منها تستفيد منها الحليب اي نعم اللهم صل على محمد عجت حليب كويسة والله يا شباب عند اخونا فواز وهاي نعجت حليب كمان يا شباب اللهم صل على محمد اي أيوة والله هاي نعجت حليب زاد زينه واخشن من هاي الشقره لا هاي نعجت عادي اي نعم اللهم صل على محمد 18 18 ندفع بها 1700 700 و2800 اي نعم ايش قد سنها ليش؟ رباعيه حره رباعيه حره بس طلعها مو صغيره ها؟ طلعها مهكش شوي هنا وريد جديد وريد جديد بيها شجيجه؟ لا لا ما شجيجه لا صاغ سليم صاغ سليم صاغ سليم نعجتين هذين يا شباب يعني 1800 ان شاء الله الجماعه يبيعون يعني مع بقلب بعض نعجتين 3600 ليره تركي رباعيات نعجات حليب غنم حليب ايش وراها خروف ولا فطيمه؟ فطيمه والله بس متمناها بس طيب هاي للبيت غنم بيت يعني للحليب هاي هنا اللهم صل على محمد نعجتين هذن عند الدادات يا شباب ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله حلوات ما شاء الله حلوات حلوات 3600 3500 نخليهم يبيعون الشباب ايه ان شاء الله والله يا شباب هذا سوقنا اليوم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد دعمونا حتى نوصل 50000 مشترك وصلنا بفضل الله 30000 مشترك وان شاء الله يومين او ثلاثة ايام يعني على 25 الشهر ان شاء الله تصير قناتنا عمرها سنة
تحياتي لكم. اعطونا آراءكم بالتعليقات يا شباب بالنسبة لإطالة الفيديوهات، نطولهن نقصرهن. الآن اليوم تقريبا نص ساعة الفيديو، فيعني اعطونا رأيكم بالتعليقات إذا الفيديوهات قصيرة يعني أفضل ولا طويلة أفضل، ولا نجزأ الفيديو ننزله مثلا فيديوهين على القناة. الله يسعدكم ويبارك بكم، واعطونا آراءكم وتوجيهاتكم بالتعليقات يا شباب. احنا ما نستطيع نطور محتوانا لحتى تعطونا تعليقاتكم وآراءكم. وجهونا مثلا، انتم اطلبوا منا مثلا نسأل عن كذا، نبين كذا، نعمل فيديوهات معينة. يعني احنا بشكل يومي نتابع تعليقاتكم، لكن يعني ما يتطور المحتوى لحتى انتم تتابعوا معنا. القناة قناتكم، ويعني نحن نمشي حسب توجيهاتكم وآراءكم. تحياتي لكم اينما كنتم. هذا اخوكم ابو حمزة يحييكم من قناة سوق المواشي في سوريا ومن سوق الغنم في معرض مصريين، والسلام عليكم. يعني اصلح مذيع راديو مو صحيح؟